دوك انا في الفيد، الفيد هذا يخليك تروح 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 بزاف صوالح، تروح لهذه، تروح للشراب، تروح للكاشي، تروح للزشيره، تروح للسراق، تروح مانيش عارف، تروح تقري. الشباب راهم قاعدين كاع ما كان لا خدمه لا والو، وقت الفوتو يجي لهم يقولوا لهم خلاص رانا واعديكم بلي كاين برنامج الشباب جاي خدمه، الشباب ما كاش خدمه، تروح للمير ديجا تخلط على البلديه يقول لك ديك 10 كمل شويه عندي ديبلوم سوداني. المستوى تاع المعيشي والو زيرو، ما كان والو، راه كاع تحيش الحقوق هنا ترى قرا هنا باش ترى مشني حاب نبدا غاية باللي نار في نصها، مشني حاب نمدلو صو ولا نديرو دروس تاع فلسفة، نشوفها ناس مكرزة وزيد نصها حابة تنسى، محمسة بصحة الصحة باللي دعوة حبسة، الشعب تعب صح في حياته راه ما بقاش هاني، قلبو لي جان كل يوم عايشين غير في القهاوي، لو كانت تكون ناوي دير حاجة ما يحطوك، مادا بيهم تبقى ديما بقارو تكالي في الحيوط، مادا بيهم راك محروق وحالتك ما تتعدل، هم دارولنا مجتمع معمي مبني غير على العدم، المسؤولين اللي راهم الدم بالراي التالف تتحرك حالف، هلكو الشبيبة كون خلوها كل يوم راي تنحارف، محمد كان حالف باللي نفس تغر، كون ما توالفهاش على الخير هي اللي توالفك على الشر، المشكلة فاد البشر سكفي راسهم كان الحجر، لي جون راح تنفجر ونص البلاد راح تتهجر، مالا عار عليكم وعيب كبير الشيادة، والله راكو ضيعتوا الأمانة تاع الشهداء، الغاشي كل هنا راهو يسوفري مادي الحالة، ولا كان مش كون قادرين خير روحو خليو الدالة، عار عليكم وعيب كبير الشيادة، والله راكو ضيعتوا الأمانة تاع الشهداء، الغاشي كل هنا راهو يسوفري مادي الحالة، ولا كان مش كون قادرين غير روحو خليو الدالة، ألور لي ديبلومي هما أكبر المضرورين، في الطريق راهم مطلولين من الشركات راهم مطرودين، في الغربة مطلوبين خاطك عندهم الشهادة، وفي بلادنا محرومين لأنو الحكم للجهالة، الحالة ولات هام لكن نشوف المبدعين، والله روعة روعي كيفاه ولاو كلهم ضايعين، في الفن راهم طامعين حابين يكونوا طالعين، من البيبان راهم بالعين وحاقرينهم ديما بالعين، ما كان حتى تدعيم سورتو لا كان كارتيست، ماذا بيهم تستسلم تتبسم توسد كي الحيطيست، سي تريست لي ريسبونسابل فهاد الدولة دي، هم يحطموا ولاد بلادهم ويقيموا في البرانية، كيما كدرك العقلية غنى ولا مسرح، حتى المنفس ضد الضمان والله شي ما بقالنا يصلح، شي ما راهو يطلع لكتب لا شعراء، دار الشباب قصر الثقافة ولات غير شعارات، مالا عار عليكم وعيب كبير الشيادة، والله راكو ضيعتوا الأمانة تاع الشهداء، الغاشي كل هنا راهو يسوفري مادي الحالة، ولا كان مش كون قادرين غير روحو خليو الدالة، عار عليكم وعيب كبير الشيادة، والله راكو ضيعتوا الأمانة تاع الشهداء، الغاشي كل هنا راهو يسوفري مادي الحالة، ولا كان مش كون قادرين غير روحو خليو الدالة، غير قولهم خليو الدالة، خطاك اليوم البلاد راهم باعوها في سوق الدلالة، العباد راهي عن بالها واعية وعلى ما في بالها، باللي هاد الدولة راهم يتداولوا عليها بالدالة، قولهم لي جن كاينة خليهم بركة يخدموا، انتم ما خربتوها الناس وكل باقيين يتوخدوا، والطموحات تبخروا بهاد المخططات، والمشاريع توخروا عجل نفس الغلطات، قداه من واحد هاك مسؤولية مدوهالو، تلقى حاكم سكتار اللي ما يفهم فيه والو، يدير واش كان في بالو حتى كل شي يفسدو، المشكلة سكي خسر واحد ما حيحاسب واحد ما راح يعسو، وعايش كي السلطان يشوف في روحو ستار، خاطك حطوها السلطات هدايا سابوطاج، نورمالمون هاد العباد راهم يتحاكمو بتهمة جريمة ضد البلاد، مالا عار عليكم وعيب كبير الشيادة، والله راكو ضيعتوا الأمانة تاع الشهداء، الغاشي كل هنا راهو يسوفري مادي الحالة، ولا كان مش كون قادرين غير روحو خليو الدالة، عار عليكم وعيب كبير الشيادة، والله راكو ضيعتوا الأمانة تاع الشهداء، الغاشي كل هنا راهو يسوفري مادي الحالة، ولا كان مش كون قادرين غير روحو خليو الدالة. الشباب يخدم بذراع وموتى كلها على حكومة لا دولة لا حكومة، مكاش ما عندش كوجين التالي، مكاش شركة تانية ما فيش، راك تبدا تكمل وين يروح؟ روح يتحرك، روح يبيعوا الكيف، وين يروح؟ اقسم بالله العلي العظيم غير راسنا الميزيرية مليار، الشباب راه ضايع، عار عليكم وعيب كبير الشيادة، والله راكو ضيعتوا الأمانة تاع الشهداء، الغاشي كل هنا راهو يسوفري مادي الحالة، ولا كان مش كون قادرين غير روحو خليو الدالة، عار عليكم وعيب كبير الشيادة، والله راكو ضيعتوا الأمانة تاع الشهداء، الغاشي كل هنا راهو يسوفري مادي الحالة، ولا كان مش كون قادرين غير روحو خليو الدالة.